تبتدي على حسب هذا الظروف. هو انتهاز كل الفرص لمحبي الاهلي الذي يتوافق الجميع، لان هناك ما يحتاج المراجعه من اول المشرف العام على الكوره الى كل مخلص للنادي. اه في اللي عايز يتراجع كابتن حشيش اللي بيتقال ده يا كابتن استاذ عصام، لانه انا دلوقتي اللي هيسمعك يقول لك ايه، انتوا طالعين تدافعوا عن النادي الاهلي وما بتقولوش اي سلبيات خالص يا جماعه. ما هو على فكره كابتن ماهر قال سلبيات، الاستاذ كابتن حشيش قال سلبيات، ايمن قال سلبيات، استاذ عصام قال سلبيات، عايزين باكين وبنقول اكتر من احنا بنقول في اخطاء وشراسه من اللاعبين وكذا اهو. كنا احنا اللي راي كابتن ماهر اللي كانش معانا الاخطاء دي، خد بالك حتى على اجيالنا احنا كمان، يعني خد بالك يعني حتى جيل السبعينات والاجيال اللي قبل كده كانت موجوده. يعني مش ممكن في مباراه ما فيهاش اخطاء. لا بالظبط يا كابتن مار، انا عايز اقول يعني بس حاجه دفاعيه او حاجه صغيره قوي، حاجه صغيره قوي. احنا بنبقى واخدين بطولات وخمس بطولات السنه اللي فاتت والسنه دي متصدرين، وبنطلع نقول في اخطاء. في ناس تانية بتعمل كوارث كوارث لنتائج المباريات تكسب ومشاكل وقصص محدش شفناه طلع. طب اقول لك على عندنا بيقول لك اقول لك على حاجه ولا تلعب. غير المباريات اللي تكسب ولا تلعب. امبارح انا استغربت جدا 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 والله يا جماعه، انا ما قصدي حاجه، اقسم بالله ما قصدي حاجه، ولكن احنا هنا على شاشه قناه الاهلي تقريبا ما كانش 100% 90% من المباريات الاشبال قطاع الناشئين والشباب، قطاع الناشئين اللي بيتم الموافقه على اذاعتها من قبل رئيس قطاع الناشئين ومجموعه والمجموعه المسؤوله عن الموافقات، بنروح نزاعها قناه جاهزه لاذاعتها وبنعمل لها استوديو وكلام خلاص. امبارح فوجئت لقيت ايه، اخبار نازله. الاهلي اتغلب من الزمالك في 2003، مش عارف اول امبارح 2003 اول امبارح او امبارح 2003. فانا قعدت افكر يا جماعه، هو احنا ايه، احنا كل يوم تقريبا يعني كل يوم اثنين وثلاث، لان الماتشات بتتحرك عارف اثنين وثلاث غالبا ما بيبقى عندنا ماتش، احنا بكره عندنا ماتش والايام اللي قادمه عندنا مباريات ناشئين وابتدا في مباراه 5-0 من كام يوم يا كابتن. هو ليه ما حدش بيقول الكلام يا جماعه على النادي الاهلي في مباريات الناشئين؟ ليه الناس ما بتتكلمش على الناشئين النادي الاهلي بهذا الشكل اللي انا سمعته امبارح؟ غريبه والله بجد. انا هنا لا اقصد، والله لا اقصد الزمالك، اقسم بالله لا اقصد الزمالك، ولكن انا بتكلم بجد يا كابتن. اللي كان بيعلق على مباراه الكونفدراليه قال على الماتش ده، وهي كان ناقله مش موجوده في حدودنا يا جماعه. معقوله؟ معقوله؟ سعداء والله سعداء بانه يبقى في سبوت على، يعني ما هي دي ثروه مصر في اهلي وزمالك وكل حاجه، لكن في عم ليه؟ ده اللي انا مستغربه.